السلام عليكم. بداية فيديو هذا إن شاء الله غادي نهضر فيه على واحد الموقع كلي كان، بحيث أنه يمكن لك من خلاله أنك تستفد من زيادة عدد مشاهدات اليوتيوب. بزاف ديال المتابعين يطلبوا مني مواقع، بحيث أن موقع بودكاست مبقاش خدام. كيف ما الأول كيف ما تكون في أحد فيديوهات، يمكن لك أنك تستخدم موقع بودكاست باش تزيد عدد نسبة المشاهدات. هذا الموقع هذا اللي نقدمه لكم اليوم، او حتى المواقع اللي نقدمها لكم في هذا الاسبوع هذا، هي خاصة باليوتيوب، خاصة بزيادة عدد مشاهدات اليوتيوب، واللي من خلالها يمكن لك انك تستفد منها. وانا شخصيا كنخدم على هذه المواقع هذه، حاولت انني نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا. ما تمشيوش بعيد، بقاو معنا. اوكي داي، مرحبا بكم في قناه سمو برو. وهذه الحلقه هذه كيف ما ذكرت لكم في المقدمه، على انني غنشرح لكم موقع كليكان. هذا الموقع هذا واللي يعني ما منتشرش بشكل كبير، اللي من خلاله انه يمكن لك تستفد بشكل كبير من الاعلانات اللي تعطيها هذا الموقع هذا. فالشيء الجميل في الموقع هو السي بي ام. السي بي ام بالنسبه للاشخاص اللي بغاو يربحوا من هذا الموقع. هذا الموقع هذا يعني يمكن يعني انك تحصل على ارباح من خلال المشاهدات، يعني بحيث انك تحصل على كل 1000 مشاهدة تحصل على واحد المبلغ، يعني على حسب الدول، ما نقدرش نحدد لك المبلغ، بحيث انه المشاهدات تكون على حسب الدول. بالطبع ديما الدول الاجنبية كتكون فيها السي بي ام مرتفع، لكن هذا الموقع هذا يعني كيقدم لك على ان السي بي ام يعني سي بي ام كبير، حتى الارباح فيه يعني جيدة. فهذا الفيديو او حتى في الفيديوهات اللي غنقدموها لكم يعني الجايه غتكون خاصه بمشاهدات اليوتيوب، يعني بحيث اننا غنزيدوا مشاهدات اليوتيوب، غنزيدوا يعني الاعلان على القناه ديالنا او اعلانات القناه غادي نزيدوها من خلال زياده الترافيك، يعني هاد يعني او المشاهدات، يعني من خلال زياده يعني عدد الزيارات. فالزيارات هي تكون عن طريق الاعلانات، بمعنى انها تكون زيارات حقيقيه من اشخاص حقيقيين، اي انها ليست يعني مضرة بحسابك او حتى بقناتك. فغنقدم لكم مجموعة من المواقع اللي ما غتلقاهاش يعني حتى في اي قناة على اليوتيوب، يعني ديما يعني يعني في حالة يعني اذا بحثتي على الاعلانات في اليوتيوب، ف يعني غتلقى بعض الاشخاص اللي كيقدموا لك يعني فقط الاعلان عن طريق يوتيوب ادفيرتايزر، يعني بحيث انه يمكن لك انك تقوم بالاعلان فقط على اليوتيوب، مع العلم على ان هناك الكثير من المنصات اللي يمكن لك على انها تقوم بنشر يعني قناتك او تقوم بنشر فيديوهاتك وتحصل على عدد مشاهدات جيد من خلال فقط مبلغ زهيد. اوكي، في حال يعني إذا كنتي كتعتمد على ربح أو عندك موقع تريد أن تقوم بربح، تعتمد على البيبليشر، وفي حال إذا كانت عندك قناة يعني أو حتى موقع بغيتي دير عليه الإعلان، ف سنستعمل ادفيرتايزر. اوكي، موضوعنا اليوم حول يعني الادفيرتايزر، بحيث اننا غنقوم بشرح لك كيفية الاعلان ونشرح لكم حتى الاعلانات كيفاش كتظهر. اوكي، نمشيو للفنتر برايفت، يعني بحيث اننا نشوفوا لوحات التحكم كيفاش كتبان، يعني او لا المكان التسجيل كيفاش كيبدا، من خلال ضغطك على سيناب او من خلال انك تقوم بالضغط على الرابط الموجود اسفل في صندوق الوصف، يعني رابط الموقع غتلقاه في صندوق الوصف. فالمعلومات هي معلومات جد سهله وبسيطه، تقوم هنا بكتابه يعني اليوزر نيم، هنا تقوم بكتابه الايميل، هنا الباسورد، هنا اختيار الماسنجر، يعني سواء التليجرام او حتى السكايب، يعني حسب ما تريد ان يقوم بالاتصال به. يعني في حاله يعني كنت تريد ان تقوم ب او في حاله يعني في حال كان الموقع يريد ان يقوم بالاتصال بك، فسوف يقوم عن طريق الاتصال عن طريق التليجرام او سكايب. يعني يمكن ان تقوم فقط بكتابه التليجرام، تقوم هنا بكتابه اي اسم او حتى تشرك فارغه بدون اي مشاكل، وهنا تبارك على جون سوي با ان روبو، بحيث انك لست بروبو وتقوم بموافقه على الشروط والقوانين، وها انت الان داخل الموقع. اوكي، طريقه التسجيل كما سبق وشرحت لك الان هي سهله وبسيطه. فكل ما عليك هو ان تضغط على ادفيرتايزر، بعد الدخول الى حسابك سوف تجده على هذا الشكل. سوف نقوم بالضغط على ستار ادفيرتايزر او في هذا المكان، بحيث اننا سوف ندخل الى الحساب. يعني هنا خانه الببلشر وهنا خانه الادفيرتايزر، يعني في حال كان لديك يعني موقع، يعني تقوم فقط بالذهاب الى الببلشر هنا وتقوم باضافه موقعك، بحيث انك تحصل على ارباح. في حال اذا كنت تريد ان تقوم بالاعلان، يعني وهذا هو موضوعنا اليوم،
الإعلان يعني لفيديو في اليوتيوب، تقوم فقط بالضغط على الادفيرتايزر في هذا المكان، ثم تقوم باختيار اد كومباني. سنقوم فقط بالذهاب إلى المحفظة يعني في نص في هذا المكان، ونقوم بالضغط يعني على اد ديبوزيت، بحيث أننا نقوم بإدخال المال أول شيء. يعني هذا الموقع يعتبر كأنه محفظة، تقوم بإدخال فيه المال، حينها تذهب إلى عملية الإعلان. أوكي، سوف تقوم بالدخول يعني بكريديت كارد أو حتى الإي باي سيرفيس، أو حتى عن طريق البيتكوين، أو حتى عن طريق باكسيوم. يعني من الأفضل أن تختار يعني البيتكوين أو حتى الكريديت كارد في حال كانت لديك كريديت كارد تريد أن تقوم بالدفع بها. للعلم فقط، هذا الموقع يعني يمكن لك أن تقوم بإيداع فيه أموال من خلال 20 دولار، 50 دولار، 100 دولار، 200 دولار، 500 دولار، 1000 دولار، و5000 دولار. بمجرد أن تقوم على الضغط على go to merchant في هذا المكان، سوف يطلب منك أرقام البطاقة الخاصة بك، يعني أرقام بطاقة الفيزا الخاصة بك، أوكي، أو حتى الماستركارد، أوكي، على شرط أن تكون بطبعين انترناسيونال. أوكي، هنا تضغط على جو تو ماتش، وحينها تقوم بمتابعة الخطوات التي سوف يريها لك الموقع. بعد ذلك يعني هذا هو ما يهمنا، أن نذهب يعني فقط إلى الادفيرتايزر في هذا المكان. بعد ذلك سوف نقوم بالذهاب إلى اد كومباني في هذا المكان، بحيث أننا نختار طريقة الإعلان. هنا يقول لك يعني عن طريق الإعلان، عن طريق البانر 250 على 300، أو حتى عن طريق البوب أندر. إعلانات البوب أندر هي الإعلانات التي عندما تضغط مثلا في صفحة بهذا المكان سوف ينبثق لك ذلك الإعلان. أوكي، هذا لا يهمنا، لأن غالب تلك الإعلانات يتم إغلاقها. أوكي، فهناك إعلانات سكيم، يعني هذه الإعلانات يتم إظهارها لك، يعني البانر، انظر كيف يظهرك باللون الأزرق، يعني البانر إعلانك سوف يظهر في هذا المكان، يعني في هذا البانر هنا أو هنا على حسب المواقع. أوكي، كذلك البوب أندر، كذلك هنا. فما يهمنا هو الفيديوهات، يعني الفيديو، فيمكن اختيار البري رول. هذا البري رول هذا يعني قبل مشاهدة الفيديو. مثلا هذا الموقع كليكن، لاحظت على أنه الكثير من المواقع التي تستخدم فيديوهات، مثلا فيديوهات الأفلام، تستعمل هذه المواقع، تستعمل هذا الموقع، موقع كليكان. أوكي، ليس موقع واحد، بل هناك كثير من المواقع، من بينها موقع كليكان، والتي كذلك مواقع أخرى سوف نقوم بالتحدث عنها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. فكيف ما تشاهد معي الآن يعني هذا بيرول هذا، فكيف ما كيظهر معك في اليوتيوب. أوكي، فإذا مشيتي يعني الفيديو في اليوتيوب، فقبل ما كتشاهد الفيديو إلا وأنه كيظهر واحد الإعلان على اليوتيوب، كيظهر هذاك الإعلان قبل ما تشاهد الفيديو، أو حتى كيظهر يعني في وسط الفيديو، أو حتى كيظهر في آخر الفيديو. أوكي، فهاد بيول هذا هي طريقة العمل مثلها مثل تلك الإعلانات. فعلى سبيل المثال، لو أن هناك يعني سيرفر في موقع مثلا أفلام، عندما يريد شخص ما أن يشاهد الفيلم، فإنه يظهر له فيديو خاص بك هو الأول. فشيء كذلك سأتحدث عنه حول هذا الموقع، وهو الشيء السلبي الذي شاهدته في الموقع. أوكي، فهنا كذلك فيديو سلايدر، يعني هذا الفيديو سلايدر يمكن كذلك استخدامه، بحيث أن هذا الفيديو الخاص بك عندما يضغط مثلا شخص ما، يعني في يعني مثلا عندما يدخل شخص ما إلى الموقع، فإنه سوف يظهر له الفيديو في هذا المكان، يعني بحيث أنه يظهر بالجانب الأسفل، سوف يظهر له يعني الفيديو الخاص بك سوف يظهر بالجانب. أوكي، كما قلت لك البريول يظهر لك في قبل يعني قبل الفيديو الأصلي، بحيث أنه هذا الموقع يستعمل في مثلا في الخوادم الخاصة بالأفلام، أو حتى بعض الفيديوهات. مهم، سنقوم باختيار نحن البريول، وهذا شيء جيد أن تقوم بالعمل على البريول. هنا يعطيك يعني جنرال، يعطيك هنا يعني اليونيك نيم، بحيث أنه يقوم بالدخول يعني كتابة الاسم الخاص بهذه الحملة. هنا الكاتيجوري، يعني ما هو محتوى موقعك، يعني تختار هنا يعني او ليس محتوى موقعك، نعم تختار هنا محتوى الموقع، او تتركها كما هي، بحيث انك تضغط هنا فقط على سيس، وتضغط هنا على يس مرة اخرى، بحيث انه يتم تفعيل جميع
المواقع. اوكي، نحن سنختار يعني فقط mainstream في هذا المكان. و اوكي، لماذا اخترت هذه النيم ستريم؟ ساقول لك لماذا الان. اوكي، عندما تضغط هنا سوف يعطيك هنا اني كاتيجوري، اي كاتيجوري كيفما كانت. يعني هنا يعطيك يعني ادويت، بحيث انها يعني الاشياء، كيف سأقول لك، يعني هناك يعني بعض المواقع الجنسية والتي يمكن أن يظهر فيها يعني الفيديو الخاص بك، فنقوم بحذفها بحيث أننا لا نقوم بعمل علامة صح. كما قلت لك، الشيء السلبي في الموقع هو أن هذا الموقع يستعمل كذلك في بعض المواقع الجنسية. يعني لو لاحظت أن هذا الموقع هذا، ف يعني المواقع التي يتم نشرها، المواقع التي تستعمل هاد كليكان، تستعمل يعني هناك الكثير، يعني حتى 70% من هذه المواقع هي مواقع جنسية. اوكي، فهذا هو الشيء السلبي في الموقع. لكن على العموم، هذه المواقع كما قلت لك هنا تختار مينستريم، بحيث انه يتم فقط اختيار لك. مثلا ساختار هنا الانيم. اوكي، اسف، ساختار يعني فقط انا حذفته. على العموم، يعني انت تقوم بتاك الانيم، يعني موفي، فيديو ستريم، هنا فير شيرينج تقوم بحذفها، يعني شورت لانك، ميوزك تقوم بحذفها، البلوج نيوز تقوم بحذفها، وكذلك جنرال تقوم بحذفها، بحيث انك تترك فقط الموفي وتترك الانيم وتترك الفيديو ستريم، وهذا هو كل شيء. بعد ان تقوم باختيار الكاتيجوري، تقوم هنا بكتاب، او تقوم هنا باختيار يعني الكاتيجوري الخاصة بالموقع الخاص بك. سنقوم نحن بكتابة يعني يوتيوب، اوكي، او بتاك يعني يوتيوب. اوكي، ونقوم هنا باختيار يعني البريول في هذا المكان. هنا الكواليتي، من الافضل هنا في الكواليتي ان لا نضعها all، انا ضعها فقط لو، بحيث ان الفيديو يظهر كيفما كانت حالة الانترنت لدى المستخدم. اوكي، بالنسبة للبيكسل، اوكي، هنا يعني هذه الخيار غير متاح هنا، سنقوم بالنزول الى الاسفل في الفلتر، كذلك يعني افضل ان لا تلمسها. بالنسبة لهذا المكان وهو الخاص بالسي بي ام، انت هذه الاماكن ساترك لك الخيار الخاص بها، بحيث انك تختار الحملة، كم من الضغطة تريدها، كم من في اليوم، يعني ان تكون يعني الهدف الخاص بك في الاعلان باليوم، يعني يعني المبلغ الكامل، يعني كيف كم ستدفع. مثلا ستدفع 20 دولار، تقوم هنا بكتابة 20 دولار، وتريد ان يتم انفاق يعني 1 دولار او 2 دولار او حتى 3 دولار لكل يوم، تقوم بعملها. وفي حال كنت تريد ان تقوم برفع السي بي ام، يعني في حال رفعت السي بي ام فالاعلانات سوف تظهر لدى يعني مشاهدين اكثر. على العموم، يعني هنا تقوم باختيار يعني السي بي ام، تريد ان تقوم بوضع السي بي ام 0.01، 0.02، او حتى 0.1، او حتى 1. على العموم، لا ترفع يعني السي بي ام كثيرا. اوكي، فهذا السي بي ام هو عدد تكلفة الدفع على كل 1000 مشاهدة، يعني كل 1000 مشاهدة كم تريد ان تقوم بالدفع. اوكي، اوكي، هذا هو تقريبا هو كل شيء. هذه معلومات اخرى يعني تقوم بملئها على حسب ما تريد انت، يعني على حسب يعني الحملة التي تريدها، على حسب اختيارك. اوكي، فهنا تختار يعني الديفايس اند جيو، يعني هنا تقوم باختيار يعني الديفايس وكذلك المكان الذي تريد ان يقوم بالظهور فيه الاعلان الخاص بك. انت هنا تختار لانجويج، يعني او تكتبها كما هي، يعني كذلك هنا الموبايل، يعني تريد ان تقوم يعني باختيار يعني سواء ان يظهر اعلانك للاشخاص الذين يستعملون الحواسيب، تقوم بتعليم هذه المكان. في حال كنت تريد ان يظهر كذلك عن طريق الموبايل، تقوم بتعليمها على هذا الشكل، كذلك الديسكتوب على هذا الشكل. التي في مثلا تابلت، تقوم بكتابتها فون سمارت سكرين، يعني انت وخيارك. اوكي، للمعلومة، فهذه يعني الواجهة هي تقريبا مشابهة بشكل 80 إلى 90% من واجهة الفيسبوك. اوكي، فهذا هو يعطيك هنا التوتال امبريشن، يعطيك على انه الاعلان الخاص بك
سوف يعني يظهر يعني 13 مليون و700 و اوكي 14 مليون و379. هنا الاعداد تتغير، وهنا كذلك التارجت يعني الاهداف الامبريشن، وهنا كذلك السي بي ام وهو 0.01. يعني انت تقوم باختياره كما قلنا في السابق يعني عن طريق الجنرال هنا، وتقوم باختياره. هنا تقوم باختيار الكونتري، البلدان التي تريد ان تقوم بان يظهر فيها اعلانك. مثلا اعلاني انا عربي، ساقوم باختيار الدول العربية. اعلاني اجنبي، ساختار الدول الاجنبية. هنا ديفايس موديل، تقوم باختيار هنا او حتى تتركها كما هي بحيث انه يظهر في جميع الاجهزة. اوكي، كذلك هنا الاي او اس او الاو اس، يعني بحيث انه يعني حس او الاعلان خاص بك في اي موقع او في اي سيستم تريد ان يظهر فيه، مثلا سيستم اندرويد او حتى الويندوز او حتى يعني الاي او اس، يعني الكثير من الاجهزه او الكثير من السيستم التي يظهر معك في هذا المكان. اوكي، نظام التشغيل يعني انت واخي، يعني هنا تقوم باختيار نظام التشغيل الذي تريد ان يظهر في خيار، او حتى تتركها كما هي بحيث انه يظهر في جميع انظمه التشغيل. في ديفايس براوزر، اتركها كما هي، لا تختار هنا ديفايس براوزر، بحيث انه يعني عندما تقوم باختيار مثلا جلوبال براوزر، يعني تقوم بالظهور فقط في الجلوبال براوزر، بحيث انه عدد المشاهدين يتم نقصهم. اوكي، او حتى اختيار يعني جوجل كروم او اوبرا او الفايرفوكس او حتى اي شيء، يعني تتركها كما هي. لانجويج، تختار اللغة، مثلا انا فيديو عربي، ساختار هنا عربيك، وسوف اذهب الى الاسفل في هذا المكان. هنا تختار يعني اوكي، يمكن لي ان نزور. اوكي، هذه المعلومات تتركها كما هي. سنذهب الى اوكي، ساترك حتى انتظر قليلا. يعني هذه هي يعني استهدافات لا اريد ان اركز عليها، هي استهدافات عادية تأتي على حسب الفيديو الخاص بك. يعني فيديو اذا كان عربي تختار الاستهداف الخاص بك. انا اشرح لك فقط كل شيء على حدة، بحيث انك انت من تختار يعني الاستهداف الخاص بك. اوكي، على العموم يعني بالنسبة للوقت، إعلانك متى يريد أن يظهر، متى تريده أن يظهر. في مثلا سأختار أنا السبت والأحد. أوكي، لنفترض أنني اخترت السبت والأحد، سأقوم فقط بعمل يعني رن كومباني، يعني بحيث أنا وليت يعني هنا يقول لك يعني run company at all hour on all days. أوكي، يقول لك هنا عمل الحملة الخاص بك سوف يتم في جميع الساعات وجميع الأيام. يعني بحال لو ضغطت على هذا المكان سوف يعمل لي منذ بداية الحملة، وسوف يعمل لي مباشرة. وفي حال قمت مثلا بتحديد يوم السبت ويوم الأحد، أوكي، لو فعلت مثلا هنا هذا الساعة وكذلك هذه الساعة وكذلك هذه الساعة وكذلك هذه الساعة، اوكي، وكذلك هذه الساعة. فلنفترض لو انني قمت بعمل هذه الخيارات على هذا الشكل، فسوف ترى معي هنا على انه كل يوم سبت واحد سوف يعمل لي هذا الاعلان منذ الساعة يعني سوف يعمل لي الساعة 12 والساعة 1 ليلا والساعة 2 ليلا والساعة 3 صباحا والساعة 4 صباحا. اوكي، هذه هي الاعلانات، سوف تظهر معك بهذا الشكل، يعني سوف تظهر في هذه الاماكن. اوكي، هذه الاختيار انت الوقت الذي تريد ان يظهر فيه اعلانك. يعني ساتركها run company on all hour at on all day. اوكي، فساقوم بالضغط على next في هذا المكان، وهنا تقوم باختيار الماركت بليس. يقول لك اين يظهر يعني الموقع الخاص بك، يعني كيف يعني في اين يظهر. يعني نحن اخترنا يعني اخترنا، هناك كثير من المواقع، نحن اخترنا هذه المكان، يعني هذا سوف يظهر فقط في هذا الموقع. لا اعلم لماذا اعطاني فقط موقع. اوكي، ساقوم بالدخول اليه. لو تشاهد معي، اوكي، لانني حذفت. اوكي، عندما سوف اضغط هنا، سوف اضغط هنا، سأنزل فقط قليلا إلى الأسفل.
يعني عندما أنت تقوم يعني بالضغط في المرة الأولى بهذا الشكل سوف يظهر. أوكي، يعني نفترض أنني لو دخلت إلى الموقع، إلى هذا الموقع، وقمت بعمل الحملة الإعلانية وقمت بالدخول بالحملة الإعلانية، وقام شخص ما بالدخول إلى هذا الموقع، سوف عندما يدخل يعني إلى هذا الفيديو ويريد مشاهدته عن طريق الضغط هنا، سوف أول فيديو سوف يظهر معه هو الفيديو الخاص بي، الإعلان سوف يظهر الإعلان الخاص بي. أوكي، فهذه هي ميزة هذا الموقع، يعني قبل مشاهدة الستريم الأول سوف يظهر معه الفيديو الخاص بي والذي تشاهده، مثل هذا الفيديو الذي تشاهده معي الآن. أوكي، سنقوم بالضغط نحن على نيكس في هذا المكان، وسوف تقوم بعمل اد لاندنج في هذا المكان، وتقوم باختيار هنا أوكي، سوف تقوم أنت باختيار هنا رابط الخاص بالفيديو، تقوم بالضغط عليه بكتابته هنا، ثم تقوم باختيار يعني الاد في هذا المكان، وتنتظر إلى أن يتم الموافقة على الإعلان الخاص بك الخاص بالفيديو. أوكي، فهذه هي الفيديو أو هذه الحلقة اليوم، يعني سنقوم فقط بمشاهدة أحد الإعلانات الخاصة بالموقع، يعني كما قلت لك قبل الدخول إلى هذا المكان سوف يعطيك إعلان، هذا إعلان خاص بالصورة فقط. على العموم سنقوم بإعادة الإعلان من خلال ضغطنا على هذا المكان، وسوف نقوم بالضغط مرة أخرى. أوكي، سنقوم بإعادة الاختيار بحيث أننا نشاهد أحد الفيديوهات التي تظهر مثلا كإعلان. على العموم يعني كما شاهدتم في السابق، يعني سبق وأن ظهر فيديو إعلاني، على العموم سنقوم بالإعادة مرة أخرى بحيث أننا نشاهد أحد الإعلانات الخاصة بالموقع. أوكي، هذا إعلان آخر، يعني كما شاهدنا في السابق يعني شاهدنا أحد إعلانات الفيديو، يعني يجب علي أن أحاول الدخول أكثر من مرة بحيث أنني أشاهد الإعلان، إعلان ما آخر يعني آخر يعني مشابه لهذا مثلا. لا أوكي، يجب أن أعيد الكرة يعني أكثر من مرة بحيث أنني أشاهد يعني أحد الفيديوهات. على العموم يعني الفكرة أظن أنها وصلت لك الآن، ووصل لك موقعنا اليوم. أتمنى أن تكون حلقة اليوم وفيديو اليوم قد نال إعجابك. في حال أعجبك الفيديو لا تبخلين بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، إن شاء الله سوف يكون العديد من الفيديوهات الأخرى الخاصة بالمواقع التي يمكن أن تقوم بوضع فيها إعلانك، يعني فقط للعلم فقط، فهذا الموقع يمكن أن تقوم بوضع فيه يعني إعلانك، وهناك الكثير من المواقع التي تستخدمه، يعني نحن ظهرنا فقط موقع واحد، لكن يعني كان فقط لأننا اخترنا الكثير من الأشياء وبعض الأشياء التي لم نختارها، لهذا المواقع لم تظهر معنا، يعني بعض الأشياء مثلا في الاستهداف لم نستعملها، لهذا لم يظهر معنا الكثير من المواقع. فعلى حسب تجربتي فالموقع يظهر في الكثير من المواقع التي تستخدم موقع كليكان. كذلك سنشارك معكم إن شاء الله في هذا الأسبوع بعض المواقع الأخرى والتي من خلالها يمكن أن تستفيد بالكثير من المشاهدات في قناتك على يوتيوب. كان معك خالد سمو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.